السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المدينة الجديدة تاع بوينان، وهي في الأساس الحقيقة تتكون من جزئين حسب المدن التي ضمتها في مخططها النهائي، وهي في الحقيقة تضم مدينة بوينان القديمة ومدينة عمروسة كذلك، يعني مدينتين دخلوا في المخطط العمراني تاع المدينة الجديدة تاع سيدي عبد تاع بوينان. وإن شاء الله راح نزيد نوضح الأمر بالخرائط نتاع جوجل، نشاهد بوضوح المدينتين والمخطط العمراني تاع المدينة الجديدة كيف التف حول المدينتين. والآن رانا في المنطقة العازلة بين مدينة عمروسة ومدينة بوينان. هنا نشوف أن التضاريس ليست مسطحة تماما. هنا رحنا في طريق باش نوصلوا، هنا رايحين المنطقة الخاصة ببوينان. هنا وراء العمارات هذه كاين مدينة بوينان. هنا على حسب ما أظن الطريق راه مغلوق بسبب الإشغال. إذن نعاود نرجع ونأخذ طريق آخر. والملاحظة هو أن كل الأشغال هنا في المدينة الجديدة قامت به شركات جزائرية، لا يوجد صينيون هنا، لا يوجد، لا وجود لهم. لم أرى أي شركة صينية، أنا لم أرى، يعني درت في كل نواحي المدينة لم أشاهد أي شركة صينية هنا. وهذا أحد المحولات الكبار التي سوف تظهر في خرائط جوجل تعقيبا على هذا الفيديو. وسوف أنشر في نفس اليوم فيديو على مدينة عمروسة القديمة وفيديو آخر على مدينة بوينان القديمة في نفس اليوم بعد هذا الفيديو. هذا حال إن شاء الله راح يكون تفصيلي ويشرح كل مخططات نتاع المدينة الجديدة. هنا ناخذ طريق غير مكتمل. وهنا نشاهد الورشات نتاع الشركات، يعني الوتيره، يعني في المرحله هذه نتاع الوباء الوتيره نتاع الاشغال نقصت بزاف في جميع الميادين مش غير في البناء. وهنا نعاود نرجع باتجاه مدينه بوينان. كنا في مدينة عمروسة وحنا نتجه نحو مدينة بوينان. يعني مليح فاش مليح في هذه المدن هذه هو الاتساع، يعني الفضاءات واسعة والطرق واسعة، تبقى مسألة التشجير. المفروض كانت تبدأ الأشجار هذه للتشجير يبدأ مع التهيئة، غير تبدأ التهيئة العمرانية تبدأ ويبدأ وضع
غرس الأشجار باش تكبر، تعطي لها الوقت باش تاخذ تتثبت في الأرض وتاخذ تكبر شوية. هذه كلها أحياء جديدة في المدينة الجديدة. وهنا نروح لخرائط جوجل ونشوف المخطط نتاع مدينة بوينان الجديدة. هنايا لاحظ أن المدينة هنا تتكون من مدينة عمروسة القديمة ومدينة بوينان القديمة كذلك. وهنا كي نروح الجهة نتاع عمروسة، هنا اللي كاين الجزء هذاك اللي منتهية الأشغال منه أو هنا. وعلى كل حال السكان هنا كل هذه العمارات مسكونة، سلمت لأصحابها. ونشاهد هنا أن المدينة متكونة من مدينتين في الأصل. ولاحظ هنا المحول اللي كنا فيه من قبل، هذا هو المحول، وأن الأشغال كانت هنا في هذا الجزء هذا، وإحنا عاودنا ولينا من هنا ودرنا منا وعاودنا خرجنا من هنا تجي نحو مدينة بوينان الجديدة القديمة، نحت بوينان هنايا. والجزء المتعلق بمدينة بوينان، هي في التسمية سميت مدينة بوينان، لكن في الأساس هي المدينة متكونة من مدينتين بوينان وعمروسة. ونلاحظ أن هنايا المحور هنا اللي يخترق مدينة عمروسة، الأشغال ما زالها به لتعريضه. وفي الحقيقة هذا المحور هذا هو في الحقيقة عريض شوية. لو نروح نشوف العرض ديالو تاع المحور هذا، هو فيه 9 أمتار هنا الطريق، فيها 9.3 أمتار، يعني كافية لإنشاء رواقين منفصلين. وهنا الطرقات هي المهم، يعني اللي هي الأجدر والأهم، لو يديروا يعني يبداو في التيراسمون نتاع كل الطرق قبل ما نبدا في البناء او اثناء بناء البناء نتاع العمارات والاحياء. المفروض يديروا لوتيسمون، التجزئة نتاع كل المدينة. مثلا هنا عندنا طريق، هذا الطريق يكمل كل الطرقات. المفروض تكون نقول متراسية على الأقل بالبلدوزار، يعني تكون يعني تبان بالبلدوزار بدون ما تبنى يعني نهائيا بالقدرون وكل شيء. لكن على الأقل هذه الطرقات هنا تكون هي يبدأوا فيها يكملوها، مثل من هنا إلى هنا يكون الطريق مفتوح، تفتح كل الطرقات. ثم عندما تكون التجزئة يبانوا يعني ليزاسيات تجزئات، وتبان الأماكن تاع المشاريع المستقبلية، وتكون يعني المخطط تاع
تاع المدينة يظهر ككل بواسطة يعني لي تيراسمون نتاع الطرقات هذه اللي نهضر عليها. وهنا نروح للجزء الثاني نتاع المدينة الخاص بمدينة بوينان. هنايا هذه مدينة بوينان، وهنا نشوف أن طول نتاع المدينة هو حوالي 6 كيلومترات. نشاهد هنا 6.3 كيلومترات، والعرض هو حوالي 2.3 كيلومترات. لو نشاهد يعني نحب نعرف البعد نتاع المسافة بين بوينان ومركز البوليدة، نجده حوالي 14 كيلومتر. هنا والبعد بين البوليدة ومدينة الجزائر هو 20 كيلومتر، يعني افول دوازو يعني بخط مستقيم. وايضا هذه هي المدينة. ونزيد نضيف معلومة أخرى، هي أن المدينة هذه جاية على سفح الجبال الأطلس البوليدي. هنا هذو الجبال هنا تاع الأطلس البوليدي هنا، وهي جاية على سفح هذه الجبال، لأن هذه المنطقة هنا كلها مرتفعة، كلها مرتفعة. لاحظ هنا أن الطرق هذه التي فتحت حبست هنايا بسبب الارتفاع نتاع هذه المناطق. وحتى هنايا بعض البناءات تم بناؤها، هذه الأحياء هنايا نشاهد هنا على سفوح، على فوق يعني على مستوى الجبال، هنا جبال الأطلس البوليدي هنايا هذه وهنايا، كلها هذه مناطق، كلها هذه الجهة كلها مناطق مرتفعة بالنسبة للموقع نتاع المدينة. هنا يعتبر مسطح. وهنا نلاحظ تاني بناء طريق مزدوج هنا، ينطلق من هنا ورايح من هنايا من الجهة الشمالية لمدينة بوينان الجديدة. وهذا هو، والسلام عليكم.